السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف أحبار اليهود وعلماء النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فسارع فريق من أهل الكتاب للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وكفر فريق آخر منهم، ولم يكتفوا بكفرهم بل كتموا الحق وهم يعلمون. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لم يدع هذا الفريق من المعاندين من أهل الكتاب أي فرصة لتشكيك المسلمين في الإسلام وفي رسول الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما صلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجاه بيت المقدس قالوا: ما بال محمد يتجه إلى قبلتنا ولا يتبع ملتنا؟ ولما أمر الله عز وجل بتحول المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في صلاتهم، قال اليهود: ما بال محمد تارة يصلي إلى قبلتنا وتارة يصلي إلى غيرها؟ وأرادوا تشكيك المسلمين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن المعاندون من أهل الكتاب يبحثون عن الحق، وإلا لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين. وتمادى اليهود في كتم الحق، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدقك. فأراد الله عز وجل أن يثبت نبيه والمؤمنين، ويخبرهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا شك فيه، فأنزل قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي أنزل إليك أيها النبي هو الحق من ربك، فلا تكونن من الشاكين فيه. فالحق أحق أن يتبع، ومن ترك الحق هواه، ومن أعلم بالحق من الحق عز وجل. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بيت من الشعر للصحابي الجليل لبيد بن الربيع، أتدري ما هو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالله عز وجل هو الحق المبين، وما يدعون من دونه هو الباطل. ومن علم الحق فلا يتردد في قبوله ولو قل الناصرون وكثر المخالفون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل منا طائفة يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، منهم العلماء والفقهاء وأهل القرآن وأهل الحديث والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال الإمام السعدي رحمة الله عليه: أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، جعلنا الله منهم، اللهم آمين. الحق ممن؟ من ربك. فهناك نوعان من عطاء الربوبية: عطاء عام للمؤمن والكافر، وعطاء خاص للمؤمن فقط. فنجد مثلا من عطاء الربوبية العام للمؤمن والكافر الرزق والصحة والعافية، أما عطاء الربوبية للمؤمن الخاص به فيتمثل في النصرة والإعانة والهداية والوحي والألطاف الربانية. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من المقصود بهذا الخطاب؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يكون من الممترين، وهو أهدى الناس وأعلمهم بربه عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمة في هذه الآية تخاطب في شخصية قائدها صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فماذا نفعل الآن وقد انتشر الباطل؟ أولا، نثبت على الحق. ثانيا، ننشر الحق بكل الوسائل الممكنة حتى لا يعلو الباطل على الحق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فعلينا جميعا بطريق الهدى ولو قل السالكون، وعلينا أن نجتنب طريق الهوى ولو كثر الهالكون. جزاكم الله خيرا.